مرحبا مرحبا خويا عمر بايا صافا عمر صافا عليكم مرحبا خويا اش اخبارك لا لا ميرسي بخير صافا مرحبا في رمضان مع مرحبا ستريسيش والله غير ستريسيش مات مات ستريسيش اخويا مرحبا بك اخويا عمر حنا الاغنيه ديك سمعتها سي بورولو اللي صيفطها ليا بورولو كان صيفطها ليا عجبتني بزاف فريمون تشوكينا لان لقيتها فاش أنا كحال قديا عشان غدك خيمهم ومشي ده بمشي صباغة مشي. قولي يا. مع شفت الوليد شفت كت شغنيها فص كت سناب عليها ودك شيء. هي. قلت لي يا على حد معرفة دي قلت لي ما حد مو مديرها أنا تشرت يا ولدي. قلت لي ما حد مو مديرها. إن شاء الله أخويا شيء تملك أخويا وتملك أخويا تغني حاجة أخرى وإن شاء الله باقي الأغاني جايين. إن شاء الله. ما الأغنية زوينة أغنية أغنية جديدة. أغنية واحد ستيل جديد أغنية بستونيا ستون على سي هي بعد اللي دي ليستوار قلت لك فري ديجا ليستوار طرات لي انا هذه تروازون وقع لك هذه سنين هي عندها الأغنية في نص الليل جاني خبرك مع 12 الليل غنشوفها مشادة هو تما فاش غتجي لي في نص الليل حيرت هادشي ما كانش في بالي قلبك الثاني عاود يعني شوف شوف باش عارف لار كاين في واحد البارادوكس ولا ديبريسيون عطاتك شي حاجه كون معلوم معلوم تكتبش وسط ديبريسيون وسط كيطار شي وعرفتي معلوم 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 هذا الفنان وهذا صفري الفنان وهذا يلاه قريت سيدي واحد اليومين قريت واحد الحاجه زوينه قال لك خاص تعرف انه فاش كتشري شي حاجه ديال الفنان فاش كتشري مثلا كتشري شي طابلو ولا كتشري شي اغنيه ولا كتشوف الفيلم صوبو شي فنان مصوبو ولا كاتبو راك ما كتشريش غير الفيلم ولا غير الطابلو ولا غير 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 الاغنيه لا راك كتسمع كتسمع القصه واحد واحد الفتره من الحياه تاع الفنان سي فري سي اون بارتي دو سا في اللي كتشد كشاش الفن غالي كشاش لي طابلو الواعرين غاليين على كشاش حيت اون بارتي دو سا في عندهم شمعات كاش عندهم بري زعما ولا ثمن دابا انت هنا دابا كنتصنتو لواحد الفتره من حياتك فري ماشي غير اغنيه كاتبها ولا كتبها لك شي واحد اكزاكتومون تقريبا كاع كنتي اسبيرا هكا من شي حاجه كنعيشها وهذا نص الليل اللي عندي مع ايستوار يعني بالضبط انا عاقل على ثلاث سنين هذه عندها ثلاث سنين دابا باش تصايبها وعاقل على الاستوار بالضبط كيفاش المنظر غنشوفو كيفاش غن انا غنقول لك الكلمات ديال الاغنيه وانت غادي تقول لي شنو شفتي القصه شناهي زعما اللقطه اللي عشتي شناهي اوكي في نص الليل جاني خبرك بصح انت كنتي في الزنقه مع 12 الليل مع واحد اكثر نقول فوديت ما بغيتش نقول السميه لان في الاستوار واحد لامي ديالي هي ممكن هاني مع انازار الفيولونيست انازار ديال مازاغان كنت معاه وسميت وهي فاش غيطرى لي معاه معاه في الطوموبيل بحال هكا غيبان لي هذا المنظر غيبان لك هو اللي غيكون يبردني غيقول لي عمر لا ما لا راه واقيلا لا داك الشيء ديال ولد خالتها ولا اي واخا ديال لا حول خوا واقيلا شي حاجه واخا يكون واحد خوا جديد واحد خوا مازال ما هي لا عرفاتو دابا هي تلاقات معاه دابا اللي تشد لها في يدها غادي معاها في الزنقه حيرتي عقلي في امرك حيت انت كنتي مع نية وهي روناتك سكيزوفرين قالت لي الاخر صعب ما كانش تفهم هذا الشيء ما كانش في بالي انت ما كنتيش معول انت قلت انساني عاوتاني قال لك انساني عاوت علاش وقعت لك كتوقع لك لا غير زدتها ارتيستيكمون زعما عاوتاني زعما لي بروبليم وزدتها بهاد الحوايج وانا حبيبك الاولاني بصح اللي كانت كتقول لي اللي كانت كتقول لي انت لا بروميير فوا كو جي كذوب اخويا كذوب صعيب بس ولكن شوف والله زعما كنشكر زعما كاع دي بروبليم خصو واحد يستغلهم في حاجه مزيانه حنا جالسين دابا في اطراديو مع زعما الكليكه وهادي راه مالهم بوغ موا راه دابا كون هي ما خانتكش ديال هذه 3 سنين كون راك انت ما قالش معايا دابا ما كون بقيت طار شي مقاز عرفتي لابلاج يا ربي شنو هاد الشيء ماشي معناتها انه اي واحد بغى يلزم جانا في الشو ولا بغى يغني يمشي يقول ساعتو سير مع شي واحد ونشوف كان مع نص الليل باش ندوز معاهم من بعد خونيني وانا حبيتك وانا حبيبك الاولاني الشلال الشلال لا 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 لا
الدراري زعما نديرو نشجعو فيزيو. قلت لهم عافاك بليزير زعما اللي بغاها راه شونسون تو الموند. غنيتي الفرق معاك ما كانش ساهل، انا تبعتك ونستاهل. عيقتي وهادشي، عيقتي وهادشي كافي، بلاش من حب، بلاش من حبك صافي. واش السيدة هادي جلستي معاها، تلاقيتي معاها، قلتي عليها ولا ما درتيش معاها كاع؟ تلاقينا مور داكشي، اول بقى عاقل اول في يلاه تلاقينا واش قلتي بوكسي مفهمتش معليش هات بوكسي بحال الاولاني يعني خصها سلام طرا هاد الوقت كامل ما زعما شي حاجه لا تقدر تكون بحال تقدر تكون بحال حبي الاولاني جو بونس باش كتبات عليك اش بغيتي تجيب بوكسي سمحت ليها صافي قلت لها ما كاين مشكل مي بون مي بون ما كاين مشكل ما درس ما بقيتيش ما عندها لا لا صافي دابا سيفيني سيفيني عيقتي وهادشي كافي وبلاش من حبك صافي توريني فيك ليام ونشوف وراتك ليام هو والله صح ليام حتى شوف ديما كتكون زوين لا جو بونس لارتيست عنده المميزه لارتيست ديما واخا كيديفلوبا تيبان في العيون ديال الناس انه كيديفلوبا ما سي كومبليكي هاد اللعبه اللي غنقول واخا ما كتديفلوباش في حوايج اخرين مي ديما الواحد تيشوفك اونيك خمسة مش قولش أنا أرتيس وال نو يعني داكشي اللي كديري باش نشوفك واحد راه سبيسيال يونيك يعني ديما كتشوف النادمة فلان ما عرفش علاش أنا لا غير طرا واحد واخا تفرق معاك كتبقى أنت عندها سبيسيال التعامل ديالك جو بونس الأرتيس ديما هكا عنده هذاك السوفينير ديالها اللي عندها هي ديالك أنت غيبقى سبيسيال بيان سور كنت كنغني لها يوميا أوا واحد الله ماشي راه باش نمشي في هذه القضية هذه راه مشكلة هادشي ديما لا ليلة وكواني بيك وانت واقف اجي لك شكل مزيان حيت هو السؤال اللي كنت كنسال دائما واش المغنيين كيغنيو كيغنيو زعما مرتو كيغني ليها كيجلس معاها كيغني ليها مره اغنيه سي سيغ الا كان كيلعب الجيتار ولا كيلعب لها الا كان تيغني يغني لها سي موان دو شارمي لو فيت دو شونتي بوغ اون في ولا جوي دو لا جيتار ولا شي حاجه وانا مثلا الراب سي با تري تو با شارمي اون في دير لا كوبلي ديال الراب غريب واو واو البطاله على طول ما الغنى بحال هكا الدراري وي صافي بيدي تكون جالس معاها تكون جالس معاها انت جالس معاها ترونكيل واحد الوقيته تقول لها سكت شوف انت كثير صافي بزاف تاسير سكتش بلي كتير سكتش تبع لا فولي الله فو هي تقولك الله فولي هي هي ديرك الباك هي ديرك الباك شي على ايو لا 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 ايو لموني عليك وانا يا صبر عيت تغلطي وانا مكابر ديما حبك في قلبي غتبقى ديما ديما غيبقى حبك في قلبي ولكن عمرك غتكوني جنبي لموني عليك انا الدراري كانوا تيلموني كان كيقولوا عليك تصوراك فكرتي واحد عقلتي تصويره القهوه ورا نبيل عاقل على فوالا كانوا الدراري تقول لي ما خدامش داك الشيء اصاحبي سافا با كيقول لك عندك راه شويه كتشوف شكل سافا با هادي معنا حدا راسك منه وينني نطلع زعما فهمتي انا رجوله وداك الشيء رخيم الدم ديالكم دابا اش كتكون كتحب شي واحد كتكون الحب الاعمى يعني حب اعمى يعني ما كتسوش شي حوايج شي ديفويات ما كيبانولوش ما كتشوفهمش حنا الحب الاغلبيه في المغرب كيرجعوا سحور مافري يقول راه السحر عليك سافري يعني راك كتبغيها راه السحر عليك ديال السحور ما كتشوفش الديفويات ما كتشوفهمش الا كان داكشي بصح من بعد عاد كيبان لك تاك كتدوز واحد المده وعاد كتبان لك وعاد كترجع الهضره ديال صحابك ولا والديك صح غير هو هاد القضيه ديال كتحب كتبغي الواحد راك مسحور كتجيني ما غريبه انا لا لبس بزاف انا كنتي الا كنتي كتبغي شي واحد راك مسحور تنديرو غير هذاك لو راكورسي عندنا ديما كنربطوها ب رابيد لي شوي سونتيفيك سميتو كيفهم ان هذاك الشيء عنده علاقه بالشوفه كيفاش الميموار ديالك سجلت الصوره ديالها كيفاش صوتها يفهم ان لامور سي وكاين السحور كاين اللي كيسحر ولكن ماشي اي واحد كيبغي شي واحد راه معناته انه كاين السحور لاموني عليك وانا صابر عيت عيتي تغلطي وانا مكابر وديما حبك في قلبي عمرك تكوني في جنبي عمرك زعما عمرك غترجعي لجنبي صافي ياك واليوم منك انك غادي نشوف تشالا لا 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 في نص الليل جاني خبرك حيرتي عقلي في امرك في نص الليل جاني خبرك وعمر انت 30 عام ياك بريمير كوليج قريتهم في الرباط ليسي في خريبكا من بعد رجعتي دابا انت انستالي في قنيطره قنيطره انت في قنيطره دابا اغلبيه عمر اغلبيه كازا راك عارف قنيطره كازا
واخا في خدمتها في كازا ولا في لا ماشي لي ميزون برود هكا حيت انا خدمت في لي كوليس زعما قبل هذا الشيء خدمت في موسيقى ديال المسلسلات خدمت في دي بيبليسيتي لحنت دي زارتيست مزيان فوالا انت لحنتي انت لحنتي لدوزي اول حب اول حب ياك ولحنتي كتبتي ولحنتي لحاتم الحاتمي دار اكزاكتو الاغنيه الاخرى اكزاكتو الاغنيه الاخرى انت صوبت عليه انا عارف هادشي علاش هذا دار لك علاش انت درتي هذا الشيء هذا هو المخرج ديال المخرج ديال الاغنيه الاخرى ديال الحاتمي دار يعني انت والله ما نويت شي حاجه اخويا انت كتبتيها اقسم بالله لا عشي بكل براءة كتبات وبكل سميتو انا قلت لك نكتب على دي صداع ديك واحد الاغنيه دارت واحد الروينه مي بزاف درت والله انا زعما صافي بليزير عطيتوني فرصه دابا نهضر غير شويه اسمحوا لي على هذه القضيه هذه ديال راك تنقول لك ديما تكتب على دي سوار عمرك كتبت شي حاجه هكاك كتبتها حتى هي فري تبغي الماك فلوير تبغي الجالاكسي شريف ميسي عند ما تكتبش ببراءة علاش غير وحده كتدخل القهوة انا كنكون جالس فيها كتدخل كتبدا تدير واحد كنوجه لها تحية خاصة فهمتيني تدخل كتبقى يعزز عليه داكشي ديال الواي واي وداكشي صافي جات عليه الفكرة اجل كيما ولاتي غنيتو الواي واي واللي بقى فيه الحال ان خيمو الناس ولا النقاد اللي فاش انتقدوا الصحافة ما هضروش على الكومبوزيسيون واللحن اللحن كان فيه مجهود انتقدنا واحد المقام من السلطانة شوية هي وتبغي الماك فلوري هي 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 وتبغي دوماج هذه اللي بقى فيه الحال وهاديك الاغنيه غطات على كل شيء غطات على كل شيء وربما يقدر يكون مثلا غلط غير زعما ماشي زعما دايروا انا بالعاني ولا شي حاجه غير جد احن ما وصلتش حتى لهذيك الدرجه هما اللي كتبوا عليها وداك الشيء زعما انا ما وكنت تهضر من البيبليك اللي فهمها بحال هكا لا هي شوف الاغنيه الباكيج ديالها كان شويه قاصح من واحد الناحيه لانه حاتمي دار قالوا عليه انه هو كيبغي يدير الاغاني اللي فيهم كيبغي يدير البوز ما كيدير الاغنيه ماشي يدير البوز ومغني كيغني ماشي كيبغي يدير البوز ومغني كيغني حتى الناس اللي عيطوا في ذاك الفيديو كانوا تينتقدوا الناس اللي كانوا معاه تا هما في الفيديو اللي خدموا معاكم في الكليب تا هما سي هذوك زعما هذوك اكدوا على انه هو باغي يدير البوز وصافي هادشي اللي كاين لي بارول ماشي احسن بارول تكتبوا صراحه لو تيم لي تري لايت من اللحن سي فري اللحن ولكن كدوزوا من 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 ستيل ستيل في اغنيه واحده فوالا هذاك الشيء ولي زعما بغيت يهضروا عليه ما لا تخطى هذاك الشيء مع الكليب مع داك الشيء كامل انا كامل انا اللي جاني اللي شفت وتبات هو كيفاش الاغنيه دكدكات وبزاف فهمتي بزاف ودكدكات بزاف ودكدكات بمعنى انه الكريتيك اللي عمل مزيانه خايبه فوالا ماشي هذيك الدرجه ما فهمناش واحد القصه راه سيمانه حنا سادين في كازا سيمانه حنا في سيرينا صافي سنين سيمانه مخرجين ما فهمناش وانت بنتي ابو انت مخرج بنتي انت في لي كوليس بنتي على لقيتك تهضر مع انترفيو بان كيفاش كنساين زعما هادشي كامل يوقع كنت كنبان في لي كوليس وبيس وفرحان من الفكره فيها واحد اللعيبه جديده ملي خرج داك الشيء انا براسي تصدمت فهمتيني عرفت عارف راسي زدت شويه واحد النغيص نساين هادشي كامل واصلا يعني من انتوما كيفاش كنتش كتخرجوا كاع بالزنقه كاع على زعما الناس دابا مثلا درتي تعامل كتوقع هو العمل ربما انا نهضر انا باش عليك مي كوميدي درنا زعما داكشي تيضحك الناس غير واش خونا شنو دار لي شو كريم اش كيدير ما صحبناش على ديك الدرجه واحد الحمله ديال الصحابه كاين دي ستاشيون اللي كانوا داروا فتوى بالقتل عندنا زعما لدرجه انه تخلع داكشي انت انا داكشي متخلع كتسمع الموت والديك كيقول لك سد ما تخرجش يا بعد الا انتما لعبتوها كاين واحد الكوتي كوميك في ديك الاغنيه فوالا يا كوتي كوميك يا كوتي ديكالي كوميك كاين جاتهم فكره نديروا لهم اللي ما خلاش كوميك ما بغيتوها انتوما هو لي ديكلاراسيون تاع حاتم ادار لي ديكلاراسيون ديالو ماشي كوميك سيريو داكشي ديكلاراسيون ديالو ديال لا انتوما ما عندكمش الحق ربما انا اللي عندنا الحق فهمتي ولا انتوما راه داكشي كتقولوا لا ما بغيتوش ما تيقوش اغنيه مزيانه وعطى امثله ديال احمدو داكشي كامل بحال كيفما دار سعيد ناصري تا هو قالوا لي داكشي راه عيان كيقولوا لا داكشي راه واعر فهمتي داكشي تا هي القضيه هذه اللي هي ما خصهاش دار هذه غير موسيقى وديسك تصيبوا لدرجه انه سعيد ناصري خرج اغنيه سميتها كلنا سعيد ناصري
ولا ما اخبركمش ايش شفتي اليوم هاد الاغنيه خرجت عليه سميتها كلنا سعيد نصيري 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 حقيقه فهمتيني دابا الحاجه تخرج والناس ما تعجبهمش كتقول لهم اوكي ما عجبتكمش مسامحه اوكي سي بون حنا كنا غادي نضحكوا ساعه الضحك ما عجبكمش شكرا الدراري الله يعاون سما صافي علي المره الجايه شران صوب حاجه اخرى شكرا بزاف لكم ماشي لا لا الاغنيه زوينه لا احلى فهمتي ولا وكاين لا مشيش العناد بلاش هادشي اللي حاتم اذا هذه واحد ثلاث ايام راه قدم اعتذار على الكلمه اكزاكتومون ولكن حتى زعما سي تخو طار الاغنيه زعما درات بزاف هو نيت الصوره ديالو درات عند الجمهور دابا عاد خرج الاعتذار كنظن انا زعما شويه في هذا الحال واعتذار تعطل شويه بالغريب كتطلق كتطلق بارتو كتسمع بارتو انا كتصور من دايز تسمى في هكا قاطع ولا شي لعيبه ولا قياس في شي بلاصه ولا تدخل شي كوان ولا شي حاجه كتسمع مطلوقه يعني تلقات مي طرا غير بروبليم ديال جو بونس ديال الكومينيكاسيون ديال الكومينيكاسيون بعد تمشي خصوش قصح راسو بزاف هادشي ديال لا الاغنيه واعره لا ماشي لا سي بون صافي اوكي حنا ضاحكين حيت انت برولو انت في التصوير كنتي ضاحك انت طلق انت ودير كوميك مع لي بيرسوناج اللي جبتو نتوما كنتي ضاحك معاهم انت كتشاد فيهم هضر قول هذا دير هادي هذا الاخر غيدير راسو غيضرب هذاك زعما هادشي اللي كنا ناويين ما كانش عندنا شي نوايا زعما خايبه ولا شي حاجه شبكات في هذا البروجي هذا شبكات شوف شبكات بزاف ديال لي زاليمون بزاف ديال لي زاليمون ديال الروينه فهمتي حاتم يضرب لهم لا وعلاش وزعما الاغنيه مزيانه وعلاش وانت كتقول للناس وانا ما تقش انت مغني كتخرج الاغنيه كتعطيها الا ما عجبتش الناس صافي ما عجبتش البر طيب ادخلي ما عجبتكمش اوكي شكرا بزاف وتحسب ضرب حساب شحال اللي عجبك بزاف اللي ما عجبوش بزاف وداكشي كيبان راه باين دابا الانترنت كيبان كلشي زيد عاوتاني كمل عليها شكون لي بيرسوناج اللي كانوا معاكم في كان نيبا نيبا الدوما الدوما اللي كيخرج ديك لاغاسيون انا عطوني 10 مليون شبكات شبكات راديو الناس الى فهموا ان انا بيرسونال مورا ما قاصش شي حاجه في لي بارول ولا فهموا شي واحد شي حاجه راه كنعتذر لهم ستون راه ستون وصافي بغينا غير نضحكوا راه ماشي انا اعتذرت لهم بالكليب ديال عمر انت هضرتي تهضرتي لهم بالكليب ديال عمر سي فاس لا بلا ما توصلوا كاع الاعتذار صافي غير تقبلوا بانه داك الشيء راه ما شبكات الامور ترونات فيها بزاف بزاف ما كاين مشكل وحتى ما باقي غادي يغني وغادي يغني اغاني اخرين غير هو ما نضش غادي يعيط لك باش تكتب ليه وما نضش عيط لك انت باش تخرج لي كاين ان شاء الله عباد قريب ان شاء الله بغا نحاول حرف الحاء ما تستعملوش لي بروبوزيسيون بزاف كانوا تديك من التعزاز الله يكون بالخير وسلام الحاتمي دار كنصفقوا على حاتمي دار سلام لي اخويا المهم انت يا دوك انت قريتي ديبلوم كوميرس انترناسيونال اي ليسونس بروفيسيونيل جيستيون داسيستيون ا كاركتير سوسيال اي قاري مزيان انت ماشي مهم ماشي سي بيان هاني اللي حرجني من اللعبه عرفتي نيشان اللي ستايز هذا اللي تفلي تشعل تقاري مزيان اخي بحال اللي يقول لا اخي مي بون درت افور يعني زعما لار مي او ميم طون دير شي حاجه مزيان حيت كاين واحد القضيه ديال الوالدين الوالدين رضاو عليك زعما كتقول اه انا راه الوالدين انا عشان نقرا وانا راه تنكمل في الموسيقى يعني باش هما يكونوا بقى على خاطرهم باش بقى على خاطرهم اخويا مزيان اخويا وانت خدام دابا غير موسيقى ولا خدام في حاجه اخرى لا موسيقى كوميرس كل شيء لا تجاره انت بشحال انت عندك مع بيع وشراء ياك بيان سور بشحال هادي تقريبا حرف شي تقريبا البيع وشراء هكا اي حاجه لا سبيسياليتي ديالي زعما دابا سميتو سكي سبور في زعما هكا مزيان اخويا مزيان باش نقول لي مارك زعما مزيان هذيك سبورت وير اوكي سبورت وير هذيك اللعبه مزيان اخويا فوالا لازم كشنو ما جيت المحل ديالك لا دابا ان شاء الله قريب ندير واحد لوفيرتور مزيان اخويا قنيطره اييه ان شاء الله مرحبا بكم كاملين ان شاء الله داكشي
تخفيض على كل اللي تبعت كل اللي تبعت لا مومو لا مومو مومو الله ينسيها ان شاء الله مرحبا غتكون مكازا ديال السبيسياليتي ديال هذا الشيء مزيان اخويا الله يكون بخير اخويا ماشي ديالي مازال ما درت تماني لا ما مشي عليك مشي يلاه خذ كوميرسيال جيرون تقريبا فيها بوكا بوكا مزيان اخويا مشي اخويا مزيان اخويا انت درتي واحد جروب كان في تماريت كان فيه 6 ناس تيل الرقاده فيجون دار في 2008 اي 2014 قلتي فقتي الصباح لقيتي والدتي ديالك كدوي على 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 الغلا ديال المطيشه وتدير باغودي على المطيشه هي هذيك القدام تيخلاو قدام الفال ولا قدام الخير كما يقولوا هي مطيشه هي اول باغودي اللي غدير بوم وكان نبيل تاو نبيل الاسباب من ماركن وجه تحيه للنوراس رابر ولارونجور واللي تعاملت معاه في نص الليل كان بالدراري كاملين ليكيب كامله سينو هذيك الاولى هي مطيشه هي الاولى الاولى هي اول بارودي كانت يا مطيشه 160 قولوا لي علاش درت الجناحين علاش علاش 160 قولوا لي علاش درت الجناحين علاش علاش مطيشه ارجعي للطار مطيشه يا سنت الخضار واو مزيانه دي وينه وينه قلتي لي غدير بوم وراها الا قلتي يا اخي مومو هي فاش غنتلاقى في يوتيوب مين ديال الشرق الاوسط اييه وانت اللي عطيتيني الجائزه ديال الاخر تما اول مره غنتلاقى به مرحبا اخويا قلتي على هاد القلق هاد الاستوار هادي ما قلتش لها قالوا لي ما قلتش لها دياب فهاداك فين دياب واخا مع اللبنانيه هذاك اللي ديال الممثله ديال يوتيوب الشرق الاوسط كتخديتي على اكثر بارودين شي شهر كتدير عطيني صاكي في المغرب مزيان اخويا برافو عليك اخويا زيد بون اخويا هذا الصوت راه بزاف راه شنو اسمه شنو غنيتي 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 دي بارودي غنيتي اغانيتو هما ديالك ياك بغيتي دي بارودي كنت كندير دي كوفر لان صافي لونديونس في الانترنت داكشي بديت كندير دي كوفر مزيان اخويا اندلسيه عاشق طفله اندلسيه صغيره شبخه موريه عاشق طفله اندلسيه صغيره شبخه موريه غنيتي ديال الشاب خالد دايرتني امور ولا باستون هيا شاب رزقي يا ربي الله الله يا ربي فرجها معيت نعاني صاب المكتب اول مره فكرت ندير اهداءات في الانترنت مازال اللايف راه ما باديش ما كاينش شي حاجه سميتها اللايف فيسبوك فكرت قلت غنبقى ندير حلقات وبقى عطوني اهداءات ونكتب داكشي في لي كومونتير اييه واش نبقى نقول لهم بقيت القضيه سامارش خويا انا من سويسرا خويا ديال تيقرا الميسي مزيان اخويا كتغني لهم كتغني لهم اغنيه مثلا اغاني اللي طالبين تقول لهم اليوم ما نديروش باش نحسني هذه خالد شويه هذه واعر اخويا مزيان اخويا ديما كتغني انت سبابي جايا انت سبابي وسباب بلايا هاي وعدي وا وعلى سلك تيراني تسوفريا حكايتنا حكايه ولاتي تبغيني وتموتي عليا يا عمري انا تالي انا تالي انا تالي اسمعي مني الحقيقه اسمعي مني دي الحقيقه يا العمر ما نخبيش عليك هبلتيني في ديك الدقيقه اللي تعرفت فيها حتى في نص الليل جاني خبرك في نص الليل جاني خبرك حيرتي عقلي في امراض ولا غنديروا واحد شويه ديال بالجيتار في نص الليل بالجيتار اما نديروا الراديو كليب واخا اوكي اوكي مع الجميع واخا الكليب شوفوا الكليب زوين بزاف الكليب ديال الاغنيه ديال نص الليل وجاك نتايا بزاف ديال وايميتات بزاف ديال الشخصيات اللي مشهورين في الانترنت ديال المواقف اللي شفناهم في الانترنت وكي اون ماركي انترنت واعر تري بون ايدي انا عجبتني تري بون ايدي سامبل نبيل كانت ليدي ديال نورس وكانوا ناقشوها بجوج مي نبيل دار افور كبير فريمون زعما في المونتاج وداك الشيء داك الشيء تبان ساهله مي راه خدمه مزيان اخويا الله يكون بخير برافو عليكم العشير هذا برافو برافو خالي برافو خالي تحيه ولبساتكم كاملين يا هكذا باش 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 عرفت الاغنيه حيت نبيل صيفط عليا قال لي راه درناك في الكليب واش ما كاين مشكل نديروك في الكليب سمعت الاغنيه ما دنيا ما كاين مشكل مي عجبني الاغنيه زوينه بزاف
يا بخيت كنتصنت لها وكنتصنت لها وكنتصنت لها وعجبتني هي توعره اخويا برافو اخويا عمر الله يكمل الخير اخويا عمر عمر بايا عطينا الجيتار ندير واحد شويه فيرسو اكوستيك ومن بعد نديرو نديرو في نص الليل جاني خبرك حيرتي عقلي في امرك في نص الليل جاني خبرك حيرتي عقلي في امرك هادشي ما كانش في بالي قلبك نساني عاوتاني وانا حبيبك الاولاني هادشي ما كانش في بالي قلبك نساني عاوتاني وانا حبيبك الاولاني الفراق معاك ما كانش سهل انا تبعت يكون سهل الفراق معاك ما كانش سهل انا تبعت يكون سهل عيختي وهادشي كافي وبلاش من حبك صافي توريني فيك ليا وشوف عيختي وهادشي كافي وبلاش من حبك صافي توريني فيك ليا وشوف شالالالالالالالالو C'était une belle découverte. Hadi Allah, ce qu'on se met. Mais les hadarti la le clip li darti ma Hatim Edar et tout, je me dis wesh le style dialek f les clips dima ghadi ybqa décalé parce que il y a un certain le personnage li nta tu le représentes, il est décalé. Le clip war vraiment qui belle techniquement qui belle crassel ou les noirs rassaib. Chnou l'alaqa dial la chanson le clip, hit le clip, on a l'impression qu'il est amateur ou la chanson, elle est très pro. Ouais, Rav Zef. Exactement, quand tu dis l'idée. Je pense que c'est rare, Farkadi. Quand l'idée, l'image qu'on a le public. Et là, on a imité la chanson qui est connue sur Internet. Ou alors, il y a des chansons sur Internet qui sont au téléphone. Donc, il y a des qualités de téléphone. C'est ça. Il y a des sons. Donc, il y a des téléphones. Il y a des téléphones. Il y a des مي المونتاج كان فيه شويه تماره مي الديكالاج انا كنميل انا بغينا ولا كرهنا المارشي المغربي في الايام الجايه غيكون شونجمون غيكون شونجمون خص تكون اوريجينال جو بونس بيان سور سي مزيان دونك كاين شونجمون غيكون شونجمون دونك خصك دير ان ستيل لان شنو هو الشونتور هو لو ستيل يلاه انا كندير كارير ديالي الله بادي تنتقاتل الحمد لله تلقى ناس كيعاونوا هكذا ما واحد القيشه ماشي ملي يسمعك واحد يقول عمر بايا راه هو مول هاد لا شونسون الستيل ديالك مالو الستيل سي سا فوالا مالو مالو واخا الله يكون سي مانيفيك زعما تاع الكليب عجبني بزاف حاتم تري بيل ديكوفيرت انا عمر عرفتك في اترافير اون ستوري ديال مومو اللي كان طلقتي تخبر دخلت عجبني جيت في داك لابارتي ديال دخلت قلبت تك 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 لقيت الكليب ستوري اي لاف يو سو ماتش مان لا لا واش راه على بالك عارف لافير عجبني فريمون الكليب برافو عليك برافو رياليزاتور ليدي واعره دونك سي نورمال كي قلتي داك لي بيرسوناج وداك المواقف اصلا حنا شفناهم في يوتيوب وكانوا مصورين بدي تيليفون انت لو بيست دو تانكروستي انت في وسط داك لي سين ميتيك اللي كاملين شفناهم موسيقى زوينه الصوت كلمات الحان لاداء النور ستنعرفوا انا من شحال هذه دوك وليد التوزيع انا ما سيغ بخي حيت انا خليته في الراب وخليته في الهيب هوب اكسيتيرا دونك دابا ملي تلقاه ولاعب كويمين جا ديال الشعبي وايقاع مغربي وكذا صام في انورميمون بليزير برافو برافو ليك لو ريفران ضربات لصقات جو سويت بوكو دو سوكسي وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بارك الله فيك الله يحفظك بزاف 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 على النورس سمعوا عليه تحية خاصة للناس كروس عشرك بزاف نورس اخدم بيان سور سي سي باغ يعني وتقدر تقول زعما الصراحة
بصراحه من الاولين اللي كانوا امنوا المهم من الاولين يلاه انا بقيطار شي يا عمر ها شنو غدير شنو غدير شنو انا معاك انا تنعاونك دابا فرنسا دابا مشى فرنسا مشى فوالا تبعدنا مي بون شي كمل الكارير ديالو حتى هو تما درت عليه بزاف ديال الاعمال درنا بين جوج نقول هاد الاعمال اللي في التلفزيون بين جوج مسلسل درنا درنا درت الله يسامح بعض الاغاني باش مع اشارات بي بي سي تي دير واحد الاشارات مزيان فوالا باسون كنا في ليكيب ديال وعدي ليكيب ديال الضمان هادشي كامل درناه مزيان واخا مزيان في الاستوديو درنا حيت عندك عندك نفس الطريقه ديال الهضره ديالو تقريبا واحد شويه حتى في الشكل هذا باش هذا هو الشيء اللي وقع ودابا حتى شي زعما دابا هو تيقول لي تقول لي ما فهمتش انا علاش كنتشابه راسك تمشي راه الحركه ديالي كاين واحد لقيتي مثلا في واحد الخاله هنا تقول لي انا في ما عرفتش الخاله هذه واحد الخاله هذه تيلي زيستوار قراب لي مزيان 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 لا بياش تقول لعمر عمر اغنيه زوينه انت قلتي انت في حاله ديال الاحباط عاطفي وخرجتي اغنيه من بعد كيقولوا ان الابداع اصلا كيخرج من رحم الازمات ورب ضره نافعه فهذه اغنيه زوينه فكرتني حتى اغنيه ديال زهير بهاوي اللي نجحت الاولى كانت هو كيهضر على شي حاجه في نص الليل دونك ابارمون نص الليل هو كيخلق بزاف ديال النجاحات كانت من ذلك مسيره زوينه بزاف والاغنيه عجبتني فيها واحد ريتم مغربي زوين فيها شويه ديال كما قلتي قبيله ريتم ايطالياني دونك فيها واحد تشكيله من هنا من هنا برافو عليك والله يكمل بخير بيان والله قول شي حاجه ما تقول حاجه لا لا كل شي بخير اخويا الله يكون بخير اخويا مزيان في نص الليل جاني خبرك حيرت عقلي في امراض حيرتي عقلي في أمراض رجي بكش في بالي قلبك نسيني عاوتاني ولا حبيبك الأولاني رجي بكش في بالي قلبك نسيني عاوتاني ولا حبيبك الأولاني عيقتي وهادشي كامل